السلام عليكم، مرحبا بكم في غرفة ليلي. اليوم ان شاء الله راح نديرو وجبه عشاء ولا فطار. غادي نديرو الدجاج. هذا الدجاج غادي نديراه، ما شاء الله كنتعرفوا، فاست فود كافسي، على طريقه كافسي. فريمون جبنين بزاف، بس انا غادي ندير على الطريقه تاعي. فريمون النتيجه وحده يجي بنين بزاف. الوغ شنو اللي قلنا؟ كما قلت تشاهدوا معايا، انا ديت الطراف تاع البولي، ديت هاد الفخوطه هادو لي كويز دو بولي، نقيتهم وكاع. فوالا كما راكم تشاهدوا، عندي هنايا جوج حبات بصل صغار شويه غادي نربيهم، عندي السيترون نص حبه ولا حبه نشوف الا خاصني نزيد، عندي الثوم واحد زوج فصوص ثلاثه دوك نقيهم نربي تانيك، عندي الخردل لا موتارد، وعندي هنا لي زيبيس. الوغ هنايا عندي هاد الايبيس سبيسيال بولي، سبيسيال دجاج، راهي تنباع في عند لي يبيعوا التوابل لي زيبيس تاع الدجاج. هنا عندي بابريكا، الفلفل الاحمر، هنا عندي زنجبيل سكنجبير او جنجمبغ، وهنا عندي الكركم الكركما، خاصنا الملح بيان سور، الملح ها هو الملح، خاصنا شويه كمون، فوالا ها هو الكمون، والحرور البزار، الحرور هو البزاره، الفلفل الاسود ولا البوافغ نواغ، فوالا، وزيت الزيتون بيان سور. فوالا بسم الله، الحاجه الاولى نبدو بها غادي نتبل هذا البولي تاعي، هذا الدجاج نتبله مليح مليح، غادي ندير فيه لي زيبيس تاوعي هادو، غادي ندير شويه، نخلي شويه باش نقليه، ندير شويه هنايا، شويه سكنجبير، زنجبيل، فلفل عكري ولا فلفل احمر، هذا باركو نديره كاع، هذا غادي ندير راكم تشوفوا، فوالا، هذا نديره كاع، هذا سبيسيال بولي، سبيسيال دجاج، ايبيس، توابل سبيسيال دجاج، وندير كركم، ونخلي شويه، تتبيله تاع لافارين، فوالا نخلي هادو هنايا. ندير الحرور تاعي، الكمون عفوا، شويه كمون ماشي بزاف، فوالا غير شويه، ندير الملح الملح، ابخي الملح يبقى حسب الذوق، فوالا هكا بزاف عليا انايا ما نبغيش الملح بزاف. الحرور ندير البزار دوك الحنجيبه راه لهيه، الوغ نعصر الليم، فوالا نعصر الليم، فوالا كيما هكا، وغادي نربي، ندير زيت الزيتون حوالي زوج ملاعق وثلاثة كبار بيان سيغ، وحدة زوج بزاف، زوج بزاف، فوالا، وغندير خردل لا موتارد، زوج مغارف صغار تاع قهوة، فوالا كيما هكا، وغادي نربي الثوم وندير شوية البزار. البوافغ نواغ، نرابي الثوم ونرابي البصل، ها هو الثوم والبصل غادي نرابيهم، فوالا غادي نرابي الثوم، ها وين الثوم عندي نرابيه، والحرور صايي، البزار درت شويه، وغادي نخلط كاع هاد لي زيبيس هادو في الدجاج تاعي، ونخليه حد ربع ساعة 20 دقيقة، هذا مكان، ونطيبه، نطيبه نورمال، نمرقه في المرميطة، نخلط كاع هاد لي زيبيس. فوالا كيما راكم تشوفوا نخلط كاع هادو كيما هكا بيان، وهاد هاد البولي كافسي هذا سي كيما ما حنا نقولوا ماكدونالد ولا يديروا، هما سبيسياليست تاع البولي، يديروا بولي ينوعوا في الطياب تاع البولي. الوغ جبت هاد لا روسيت تاع البولي تاعهم، هذا على بابريكا وكاع موطارد، كاين شحال روسيت عندهم زعما كيما ماكدونالد عندهم شحال ساندويتش، هاد الكي اف سي سي كيما هكا، سي فاست فود يبيعوا فيه لي ساندويتش وسورتو البولي، هما سبيسياليست، سي دي سبيسياليست على البولي. فوالا دوك غادي نخليه حد كيما قلت 20 دقيقة ولا، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. كيما راكم تشاهدوا راني درت الماميطة تاعي تحمى، غندير شوية زيت الزيتون ماشي بزاف، البولي راه فيه زيت الزيتون ولا والدجاج يطلق الزيت تانيك، فوالا غادي نخليه يحمى زيت الزيتون وندير فيه البولي. فوالا انا قلت كما قلت لكم الدجاج تاعي خليته 20 دقيقة، من الاحسن زعما تكون ديروه الصباح ديروه في الحشية في الليل، وديروه لا في الليل بوغ دومان الغدوة طيبوه، خلوه يترقد يماغيني مليح في هاد لي زيبيس. فوالا ندير البولي تاعي هنايا، البولي ديت على حساب افراد العائلة، كل واحد يدي على حساب افراد العائلة تاعه. الوغ هاد لا روسيت
نورمالمون لهاد البولي كافسي نورمالمون هما يديروا هكا لي زيبيس في الفارينه وكاع وياكلوا هكا خضر، ما يطيبوش كما نديرها انا دروك. انا خاطر جربت كيما هما لا غوسيت تاعهم، بصح البولي طاب بصح ما طابش غايه قعد شويه خضر. الوغ اليوم قلت نطيبها كيما هكا بيت صوص طيبه ماشي بزاف غير شويه يدخل هكا واحد 20 دقيقه ولا، ومن بعد نعاود نقليه يجي بنين سيته خطره يجي فريمون بنين خير ملي تقلوه ديريكت حتى تخضر. فوالا ندير هاد الماريناد هادي نديرها يعني تقبلنا الشابه، وهاد لاصوص تاعها اللي غادي تبقى غادي نقلي بها نديرها في البيض نقلي بها. دوك نشوفوا العمليه في رحبه، وغادي نقلي حبات بطاطا شويه بطاطا نقليها في الفريتاز نقطعها دوار دوار ونقليها، وهاد لاصوص تاع البولي غادي ندير فيها البطاطا. فوالا كيما قال لك نضرب عصفورين بحجره واحده، منها ندير بولي كارسي ومنها من لاصوص هذيك ما نقيسهاش نحمر فيها البطاطا تاعنا. فوالا غادي نخلي البولي تاعي يتقلى ونعاود نوليكم. كما راكم تشاهدوا البولي تاعي يتقلى، غادي ندير معاه طوماطيس رابو حبه ولا جوج حبات صغار ولا حبه كبيره تاع طوماطيس رابوها وديروها. انا عندي تاع القوطي هكا مرابيه ديجا شريتها واجده، كما كما عندكمش هكا كما انايا ديجا واجده تجمد ترابو حبه طوماطيس من طوماط ترابوها ايا وديروها. فوالا فوالا كيما هكا. وهاد الوصفه هادي سي وصفه امريكيه كيما ماكدونالد، الكافسي هذا سي امريكي وصفه امريكيه سي فاست فود امريكي. دونك شغل ندير غندير الماء طيب بزاف عليه طيبه غير شويه، شوفوا شحال ندير الماء شوفوا معايا شحال غير شويه. فوالا هكا نزيد شويه فوالا هكا بزاف عليه بغيت يتحمر يتجمر مليح. وريك لاصوص من بعد ندير فيها البطاطا نقليها بيان سور، غادي نغطي ونخليه يطيب حد شويه يدخل لها الطياب يطيب شويه ما نخليش يخسر يكون نخلي بولي حاكم روحه ومن بعد نقليه ونشوف المرحله هذه في رحبه ان شاء الله. كيما راكم تشاهدوا البولي تاعنا صاي طاب خليت 25 دقيقه ما طاش ما خلاتش حتى يخسر كيما راكم تشوفوا راه شاد روحه. فوالا كيما راكم تشوفوا شاد روحه راه طايب. غنعاود غادي يعاود يكمل الطياب في المقله، غادي نقلعه كيما راكم تشاهدوا نقلعه كاع نطفي على هذه المرقه نقلي البطاطا تاعي ومن بعد نعاود نشعل عليها نطفي عليها دروك. شوفوا راك شتوني ما درتش الملح من درت البولي باسكو البولي وكاع كان فيه الملح كان فيه الملح كان فيه لي زيبيس دوكتا ما خصهاش راه نيشان. فوالا غادي نقلع البولي تاعي خليه يبرد نعاود نطلقو. كما راكم تشاهدوا البولي تاعي خليته برد شويه مازال حامي غير شويه. الوغ هنا شديت انا عندي فارينه هنايا كما راكم تشوفوا ديت فارينه، هنا عندي هذا السيريال كورن فليك اللي ياكلوه الصغار هذاك الصامت اللي فتبته هكا فتو هكا بيديكم هرسو هكا كيما هكا. عندي البيض فوالا عندي البيض هاوينا انا هنا تلت حبات بيض ديتهم. فوالا دوك شنو غادي ندير هاد لي زيبيس اللي خليناهم قبيله هاد لي زيبيس خليناهم قبيله غنديرو مع الفرينه كيما راكم تشوفوا ندير كلشي ندير معاه غير شويه ملح البولي راه فيه الدجاج راه فيه الملح غير شويه ملح باش فينا ما تجيناش صامطه. وغندير زانيك في البيض شويه ملح ماشي بزاف. فوالا ودروك خلط هادو كاع لي زيبيس مع الفرينه تبعوني مليح. فوالا كيما هكا وغادي نجيب البيض تاعي نضربه نخلطه. فوالا كلشي راه واجد. دوك شنو غادي ندير نحكم الدجاج تاعي ها هو الدجاج تاعي نديره في الفرينه مليح في الفرينه رمده الفرينه كيما هكا. فوالا من بعد نديرها في البيض نمدوه مليح في البيض نغطسوه مليح في البيض يخليه يشرب البيض بيان كيما راكم تشاهدوا. ومن بعد غادي نديره في هذا السيريال هذا كيما راكم تشاهدوا شوف. فوالا نغطيه مليح بالسيريال السيريال قطفتوها غايه راني عاود فتتها مليح انايا كيما راكم تشاهدوا شوفوا. فوالا نحط البولي تاعي هنايا كيما راكم تشاهدوا نعاود لكم وحده ندير هاد الكبيره نديرها في الفرينه. فوالا هكا نوريكم زوج باش لا فيديو ما تجينيش طويله. فوالا كيما هكا مليح رمدوه مليح ندير في البيض وندير الزيت يحمى تاعي
فوالا، ونعاود نديره في الصغير كيما راكم تشاهدوا. كيما هكا نديرها مليح في الصغير، عمره الصغير بيان فوالا كيما هكا، ونديره هنايا. دوك انا غادي نكمل البولي تاعي كاع بنفس الطريقه، ونعاود نتلاقوا ان شاء الله باش نقلوه. كيما راكم تشاهدوا انا زدت تاع رحمه، نقصت له شويه. ها هو البولي تاعي كيما راكم تشوفوا وجدته كاع. دوك نبدا نقلي، بسم الله. لقد ديروا الزيت بزاف، بسم الله. فوالا نحط كاع البولي تاعي نقليه. كيما راكم تشاهدوا نبدا نقلب البولي تاعي، الدجاج تاعي نقليه كاع، نسير باش نقليه كاع في الجوانب كيما هكا. هذا مازال شويه خاصها، هاي تاني خاصها. فوالا خليه نقلي كاع كيما راكم تشاهدوا فيا، نفس العمليه نقليه كاع، ومن بعد نتلاقوا ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشاهدوا لك تقلو كيما هكا، دوغي شويه، حمر شويه، حمروه مليح في الجوانب كاع كيما هذا هكا. فوالا كيما راكم تشاهدوا هو الدجاج تاعي، راني قليته كاع. غادي نروح للمرحله الاخيره تاع البطاطا، راني نقلي فيها. دوك نشوفو نوريكم كيفاش نديروها في نطبخوها في هذيك لاصوص تاع الدجاج يطفيها. فوالا هي لاصوص تاعنا، درتها في النار، عاود رديتها في النار باش تطبخ شويه تغلي. وانا البطاطا تاعي حمرتها قليتها في الفريتاز والمقله، غادي نفرخها هنايا كما راكم تشاهدوا. فوالا غادي نصدمها، ندير على البابي الطهي هذا صبانه باش يشرب الزيت، درته. فوالا ندروكش غادي ندير، غادي نصدم البطاطا تاعي هنايا في لاصوص هكا، وخليها تطبخ شويه، خليها تشرب شويه هاد لاصوص، هادي راهي طايبه، غير تشرب شويه. فوالا كيما هكا، ندير شويه معدنوس، غير شويه معدنوس، شي بزاف. هذا مكا ما خاصها لا ملح لا والو، بس لاصوص فيها الملح. فوالا دوك انا نخلي البطاطا تاعي تطبخ شويه، ونعاودو نتلاقو ان شاء الله. كيما راكم تشوفو حباباتي، صايي البطاطا تاعي راهي شربت لاصوص شويه، غنطفي عليها. راني كملت الطبق تاعي تاع نهار اليوم، غادي نشوفوه في الصح التقديم ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشاهدوا ها البلاط تاعنا راه وجد، درته في الطبسي لاسيات تاع البريزونطاسيون صحن التقديم. هو الشكل النهائي تاعو، عفوا فريمون يجي بنين. هي لا روسيت هما يقلو غير يقلو هكا ديريكت بلا ما يطيبوه في لاصوص. انايا حبيت ننوع، بغيت نجيب حاجه من عندي طيبتها في لاصوص، خاطر كيما قلت لكم كون طيبوها هكا خضر ديريكت غادي ما يطيبش مليح تاعي، وما تخلوه حتى ما يطيبش غايه. عملت لهنا بيت صوص اما فاصون على الطريقه نتاعي، وديك لاصوص حمرت فيها البطاطا، ثم تجمو هذيك لاصوص تخلوها تنشف، وتقلو غير البولي تاعكم هذا مكان، ولا ديروا هاد الطريقه كيما بغيتوا مع لي فخيت ولا دبريسانكم. انا عطيتكم الفكره وانتم تنجمو ديروا. فوالا فريمون جا بنين، جا البنة ما نقولكمش، مام البولي جا شباب. فوالا نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله، ومتنساونيش بلايك وشاركوا في القناه، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في وصفه واحده اخرى جديده ان شاء الله. عفوا، ايا بالسلامه.